العزيز العطوي. اللي لقونا من بعيد وقايب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، درة الميادين الخليجية، في هذا المهرجان الكبير، في هذا الكرنفال الذي يأتي من أجله ملاك الأصائل من كل حدب وصوب. هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاها أقوى الختاميات وأعتاها، انطلق على بركة الله شوطنا السابع في هذه الأمسية، شوط الإبكار الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط سيارة نقدية رصدت للمركز الأول. هنا أسماء حاضرة، هنا شعارات رنانة، أسماء لها ما لها من الإنجازات ولها العديد من السجلات الحافلة في رصيدها المليء بالإنجازات وبالتوقيت الزمنية. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع العين، العين يا بندري العين، العين 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 العين، على المركز الأول سالم بن أحمد بندري الفلاحي من يقدم لنا العين على المركز الأول. الدور دور المركز الثاني لأتابع القادمة، أمواج أمواج، مرحبا بأمواج ومرحبا بالصارم محمد بن بخيت بن برقان مقدم لنا أمواج على ثاني المراكز. بينما ثالث الأسماء أتابع شعار الشامسي بن حماد من يتقدم ويقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقتي وتحركات شرارة في هذه الأثناء. أو هنا المتحدة، المتحدة الحاضرة والواصلة في هذه اللحظات مع مانع بن علي بن حماد الشامسي مقدم لنا في هذه الأثناء انطلاقة شعاره بانطلاقة الشهامة. مانع بن علي بن محمد الشامسي من يدفع لنا بالشهامة على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم، أتابع الحضور والانطلاقة مع مذيار ناصر بن أهلال بن سعيد الأعفاري مقدم لنا مذيار على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس أتابع الحضور والانطلاقة من الواصلة من المنطلقة على المركز الخامس، وصلت الوثبة لعبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي مقدم لنا شعاره، مقدم لنا الوثبة على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل هو النداء للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز، الخمس الأسماء المنطلقة، الخمس النجوم الباحثين منذ الانطلاقة عن هذا الانتصار الكبير. عودتنا على العين، عودتنا إلى العين، العين العين مع أول الأسماء تتقدم بشعار بندري الفلاحي، أفلح يا الفلاحي للنواميس، أفلح يا الفلاحي في دار النواميس، في ديار العز والخير. انطلقت العين بقيادة سالم بن أحمد بندري الفلاحي مقدم لنا العين،
العين على اول الاسماء. المركز الثاني يجد الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل الواصلة والحاضرة مذيار، مذيار بشعار الاعفاري، مذيار على المركز الثاني، تتسلل شيئا فشيء، تنطلق في هذه اللحظات، تستهدف وتستهدف من اجل هذا الانتصار. يقدم لنا مذيار ناصر بن هلال بن سعيد الاعفاري، مقدم لنا شعار على المركز الثاني. المركز الثالث اتابع الحضور، اتابع الشهامة الحاضرة في هذه اللحظات المنطلقة في هذه الاثناء. تنطلق الشهامة، تنطلق الشهامة بشعار مانع بن علي بن محمد الشامسي، مقدم لنا الشهامة لتتسلل الى المركز الثاني. المركز الرابع امواج 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 امواج، تنطلق بشعار، تنطلق بشعار في هذه اللحظات محمد بن بخيت بن برقان الصارم، يحضر في هذه اللحظات وصيف الشوط الرئيسي والشلفة الفضية في شوطنا المفتوح في هذا المساء. يقدم لنا امواج، يحضر حضور الكبار في يوم الكبار، في يوم الكبار والعباقرة. بينما المركز الخامس اجد الحاضرة، اجد الواصلة الوثبة لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، من يقدم لنا في هذه اللحظات الوثبة. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات. تدخل بن رويشد في هذه اللحظات، ولكن لنا العودة، لنا العودة الى مقدمة الشوط. وردنا مشاهدين الكرام بانه تنوه اللجنة المنظمة للسادة الفائزين برموز هذا المساء بالتوجه لاستلام الرموز والتتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة هنالك في مكتب 8 كيلومترات. وشوطنا نعود الى هذا الشوط، نعود الى هذا الانطلاق، نعود الى العين، العين 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 العين. يا بن دري يقدم لنا انطلاقة العين، يقدم لنا عطاء العين، يقدم لنا إثارة العين، يقدم لنا عملقة العين وإبداع العين. هنا سالم بن أحمد بن دري الفلاحي راعي بشرة وراعي الشبلة يقدم العين، وإن لم تخن الذاكرة فهذه صاحبة رمز في سن اللقاية هناك في ختامي الوثبة. تنطلق العين على المركز الأول، تنطلق العين على أول الأسماء من أجل المجد الكبير يا بن دري، من أجل الفخر الكبير يا بن دري. ولكن الشامسي مع المركز الثاني يقدم لنا الشهامة، الشهامة الحاضرة، الشهامة الواصلة، مانع بن علي بن محمد الشامسي على المركز الثاني. ولكن مرحبا بالحاضرة، مرحبا بالحاضرة وشعارها، مرحبا بكوفية ناصر بن عبد الله بن احمد. المسند يصل، المسند يصل. هنا في هذه اللحظات يقدم لنا كوفية بانطلاقة الكبار المغامر سعيد، المغامر سعيد، المغامر سعيد بن بطل الزعبي. من لا يغيب عن الأمجاد، من لا يغيب عن الأذهان، يقدم لنا انطلاقة كوفية. المركز الرابع، وصلت الأسماء، وصلت صبا لسعيد بن سالم بن راشد الخاطر، يقدم لنا صبا 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 على المركز الرابع. المركز الخامس،
انطلقت وجدان، انطلقت وجدان يا الحصاد، وجدان وجدان. سليمان بن سلامة بن سليمان بن رويشد الجهني يقدم لنا وجدان. هلان الاوان، هلان الاوان يا مضمرين، هلان الاوان. في هذه اللحظات 2 كيلومتر هي الفاصلة عن الموتر، 2 كيلومتر. يا كبار يا كبار يا نجوم تفصل عن الموتر، نعود إلى بندري، نعود إلى بندري وذكريات الشبل، نعود إلى بندري وماضيه العريق، نعود إلى بندري وذكرياته الجميلة في ساحات الميادين، حيث أن العاشقون لا يعذ ولا يغيرون ما يعشقون، لا يغيرون ما يعشقون. يا بندري إطلاقا، وصلت وجدان، وجدان على المركز الثاني، ليتقدم بونادر، لينطلق بونادر. سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني صبا تحركت على المركز الثالث، الخاطري يتقدم، الخاطري ينطلق، الخاطري مع صبا. سعيد بن سالم الخاطري ينطلق مع المركز الثالث، كوفية على المركز الرابع، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. ولكن الامتار الاخيرة، الامتار النهائية، المتحدي يصل في امتار التحدي. سالم بن سعيد بن منانة مقدم لنا برلين، برلين برلين على المركز الخامس. الشوط الشوط نار يا راعي العين نار، روح للانتصار، روح روح يا بندري للقمة، روح يا عاشق القمة، روح يا عاشق النواميس، روح يا عاشق الانجازات. عشق حتى المشيب لا يشيب يا بندري، عشق حتى المشيب لا يشيب. صبا 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 عادت الى صباها، عادت الى صباها مع الخاطري، مع الخاطري. انطلق في هذه اللحظات سعيد بن سالم الخاطري، الخاطري سمح الله خاطرك يا الخاطري. انطلق مع هنا مع صبا بالانتصار، صبا 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 صبا، وقور وريعان الصبا يستفزها في هذا الشوط الكبير. سلام 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 يا صبا سلام. او هنا الظبي، الظبي لراشد بن مانع بن محمد بن قطامي. سلام 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 يا مالك الظبي، من انطلقت في هذا الانتصار؟ راشد بن مانع بن محمد بن قطامي مع الانتصار والفوز. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الكبير والمستحق. المركز الثاني، وصلت كوفية لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث، حضرة المتحدة لعلي بن محمد بن حماد الشامسي. المركز الرابع، كان الوصول مع الشهامة لمانع بن علي بن محمد الشامسي. المركز الخامس، حضرت على المركز الخامس العين سالم بن احمد بن الدري الفلاحي. اذا تهانينا والناموس لمالك الظبي راشد بن مانع بن محمد بن قطامي. سلام يا بن قطامي، سلام سلام يا الظبي سلام. 12 دقيقة 39 ثانية 46 جزءا من الثواني، بينما جاءت في المركز الثاني كوفية لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. 12 دقيقة 41 ثانية 6 اجزاء من الثواني، بينما جاءت في المركز الثالث المتحدة لعلي بن محمد بن حماد الشامسي. 12 دقيقة 42 ثانية و53 جزءا من الثواني. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. أنقل